عندنا وإياكم هذه الصور المباشرة من العاصمة الروسية موسكو مع وصول وزير الخارجية أو انطلاق لربما اللقاء الذي يجمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم، طبعا للنظر بعدد من الملفات والتطورات المتعلقة تحديدا بمفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي مع طهران. وكان وزير الخارجية الإيراني سبق وقد صرح بأن هذه المفاوضات لم تتوقف ولكنها علقت فيما يبدو لفترة مؤقتة، وهذا الاجتماع يحمل أهمية كبرى في توقيته وحيثياته بما أن موسكو بما أنها طرف راع في هذه المفاوضات في مفاوضات فيينا قد وضعت نوعا من الشروط تتعلق بتبادلاتها التجارية مع إيران بعد العقوبات التي تم فرضها من قبل الغرب من قبل الولايات المتحدة والأوروبيين فيما يتعلق بالتجارة والتبادل التجاري بطبيعة الحال. وموسكو ترى بأنه من مصلحتها أو من حقها الحفاظ على مصالحها التجارية مع إيران، وطبعا بأنها تلعب دورا في محادثات فيينا هنالك قلق غربي من أن تلعب موسكو أيضا دورا في عرقلة أو وضع عراقيل على المسار التفاوضي في فيينا. فهذا اللقاء إذن يجمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة الروسية موسكو، ويتم تبادل طبعا وجهات النظر فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني وآخر المستجدات أيضا فيما يتعلق بالمباحثات في فيينا. هذا قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن وزراء خارجية الدول الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي على تواصل دائم، وأشار إلى أن زيارة عبد اللهيان إلى موسكو تأتي لمواصلة هذا الأمر. فإذا نعود ونذكر بأن هذه الصور مباشرة من اللقاء الذي يجمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في إطار هذه الزيارة التي يتم التباحث فيها بآخر المستجدات المتعلقة بالاتفاق ومباحثات فيينا والاتفاق النووي الإيراني. أهمية كبرى طبعا لهذا اللقاء وقد يحمل في طياته ومن نتائج أيضا أو تداعيات على المشهد في فيينا، بينما يعني كان الطرف الإيراني قد أعلن وصرح من على لسان وزير الخارجية الإيراني وأكد بأنه هنالك جدية لدى الطرف الإيراني لاستكمال هذه المفاوضات، ولكن بطبيعة الحالية لم تتوقف ولكنها تم تعليقها طبعا بعد المطالب الروسية المتمثلة بالأخذ بعين الاعتبار التبادل التجاري مع إيران في ظل العقوبات التي تم فرضها على خلفية الأزمة في أوكرانيا. وطبعا هنالك تواصل ما بين الطرف الروسي والإيراني بما أن روسيا تلعب دورا فيما يتعلق بهذه المفاوضات بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في العام 2018، ومنذ وصول إدارة بايدن إلى الحكم تم إعادة استئناف هذه المفاوضات التي شهدت على مدار الأشهر الماضية عراقيل عدة وعثرت عدة من بينها هذه العقبة الأخيرة.